السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. احنا النهارده موجودين معاكم عند الملواني الشارع السياحي الكرداسه. لاول مره يشوفني عايزه تجيبي احلى عبايه واشيك عبايه. النهارده معانا عند الملواني عندنا تشكيل كبير جدا، معانا حاجات بتلبس لغايه 120 كيلو وحاجات تانية بتلبس لغايه 170 كيلو، واوعدك انك هتلاقي مقاسك هتلاقيه. اسعارنا النهارده مميزه جدا. الناس اللي ما بيكملوش الفيديو، لا كملوا الفيديو، ان الموديلات حلوه قوي وكلها جميله وتطريز شياكه وخامات محترمه جدا. عندنا مقاسات قلنا بتلبس لغايه 120 ب 250 جنيه، والبيك سايز معانا اللي بيلبس لغايه 170 ب 300. الاسعار دي مش هتلاقيها عند اي حد في ظل الاسعار اللي احنا بنسمعها من ناس كتير جدا على الخامات دي والموديلات دي والشغل اللي احنا بنعرضه النهارده. مش عايز اطول عليكم وعايزين ندخل على الفيديو بقلب جامد. يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس ويعمل لايك عشان يوصلك كل الاشعارات بالفيديوهات الجديده. ويلا نقول بسم الله ونبدا الفيديو باول موديل معانا، موديل ليلى. الموديل ده حلو قوي، عامل كده كانه رسمه اسلامي على وش القطعه، نص ياقه كمان حلو جدا، الكم بتاعها فانوس، التطريز جاي من على اول الكتف فوق، وزي ما احنا شايفين ليها استكين من الجنب يظبط معاكي المقاس جدا، مش محتاجه استك، مش محتاجه توديها لحد، المقاس مظبوط جدا معاكي. كمان ظهر القطعه معاكي فيه شغل، وش وظهر القطعه فيها شغل. الموديلات اللي زي دي مش بتتكرر معاكي كتير في العبايات، يعني في موديل كده ممكن تلاقي موديل او اتنين كمان وشكرا. فانت تقدري تشكلي موديلاتك، شحننا النهارده من اول اربع قطع تقدري تاخديهم من اي موديل انت عايزاه، مش شرط تاخديهم من موديل واحد. الموديل ده معانا كده اول لون فيه اللون الاقوى، معانا كمان فيه اللون الزيتي، مقاساته واحد واثنين، واحد هيلبس معانا لغايه 90 واثنين هيلبس لغايه 120، براحتك بقى البسي زي ما انت عايزه. خاماتنا كلها قطن بيور زي ما احنا شايفين، الخامه باينه جدا على القطعه، يعني اللون بتاع القطعه وروقانه بيبين الخامه محترمه جدا. طبعا اللون المنت شيك قوي مع التطريز الابيض والبيج شياكه. الحاجات دي هدايا دلوقتي، جهزي نفسك لرمضان ولعيد الام، هتلاقي ما شاء الله جبتي كده شويه حلوين قبل المواسم دي. معانا كمان لون الكشمير فيها، الكشمير قمر، الكشمير درجته السنه دي رايقه جدا ما شاء الله. طيب القطعه دي معانا النهارده ب 250، والشحن من اول اربع قطع، يعني الاربع قطع ب 1000. مقاس واحد بيلبس لغايه 90 ومقاس اثنين بيلبس لغايه 120. طيب شايفه الاسود فيها كمان شياكه ازاي؟ ده مقاس اثنين، جميل قوي. وريني الاسود، حلو قوي قوي قوي. بصوا يا جماعه، دي الخياطه من الكتف للكتف، ودي الخياطه من البطن للبطن، بصي تحفه، بتلبس معاكي مقاسات حلوه جدا، تخيليها في اللبس كده حاجه قمر. طيب بصي الظهر بتاعها كمان، كمان هي ليها فستونه من تحت الصدر هنا تديكي وسع كده، عارفه انت الحركه دي؟ الحركه دي بتخليكي لابساها كده مظبوطه معاكي. طيب معانا كده قلنا منها الاسود، في كمان منها اللون الموف، اهي الفستونه اهي اللي بقول لكم عليها اللي هي القصره دي، بتبقى موجوده في الوش وفي الظهر عشان ما تبقاش محدده الدنيا. اه في استك لكن في فستونه هنا تديكي تريحه برده عشان تبقي لابسه الحاجه كده باحترام. معانا اخر لون فيها اللون الزهري، طبعا ملك الالوان هو والاسود والابيض والالوان الشياكه دي، ده مقاس واحد يا جماعه، والاسود كان مقاس اثنين، قلنا بتلبس لغايه 120 ده مقاس اثنين، ومقاس واحد بيلبس لغايه 90. معانا موديل غاده بقى، بصوا الموديل ده حلو قوي 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 قوي، بصوا خطير، نص ياقه معانا اهو، والشغل جاي كده من صدر القطعه ومن النص هنا جاي معاكي مكمل لغايه تحت. القطعه معانا بحزام واسعة ضيقة زي ما انت عايزه، الكم بتاعنا استك، التطريز جاي في وش الكم، واخد وش الكم كده يعني من تحت هنا مفيش تطريز. قطعه محترمه قوي ما شاء الله وحلوه زي ما احنا شايفين، خامتها محترمه جدا. ده مقاس كام تقريبا؟ ده مقاس اثنين، اه يلبس ده معانا لغايه 120. البسي براحتك بقى، مقاس واحد بيلبس لغايه 90، والحزام معاكي بتخليها تلبس معاكي من اول 60 كيلو كمان مش من اول 70، فانت دي من اول 55 فبراحتك. اللون الاقوى كمان، دي من الموديلات اللي هي لونين تطريز ما فيهاش رغي الوان كتير، فدي بتميزها جدا ان هي تبقى مريحه للعين وراقيه جدا للناس الكبار والناس عموما اللي ما بيحبوش الوان تطريز كتير في القطعه. فاحنا كده معانا منها كمان الاقوى، معانا الزهري، شايفين الزهري ما شاء الله، زهري قمر، قمر زهري في الابيض ما شاء الله، شيك قوي وحلو كده في نفسه جدا. الحاجات دي جميله قوي، جهزي من دلوقتي رمضان. يعني انا المقاس واحد ده شفته البنوتي مثلا، انت من دلوقتي شوفي بعينيكي الحاجه اللي تناسبك وهاتي، عشان من دلوقتي عندك مساحه ان انت تختاري في الموديلات والالوان وتقدري تجيبي ما شاء الله. يعني احنا كل فيديو بننزل، كل اسبوع بننزل فيديو فبننزل لك موديلات جديده. الاسود فيها برده شيك قوي، تحسيها عبايه خروج في نفسها كده، والحزام معاكي يظبط لك المقاس جدا. معانا كمان اللون الموف فيها، الوانها حلوه جدا، الوان الصيفي شياكه. بصي القطعه نازله على ضرب الكلوش، خطوتها مرتاحه، امشي براحتك، يعني لو قاعده بقى في شقه واسعه وعايزه تجري هتجري بيها عادي جدا، تلاقي الخطوه حلوه كده وانت ماشيه. معانا اللون الابيض كمان، تطريز على الابيض رائع، مفيش احلى من كده. شايفين الكلام؟ شايفين الانسجام؟ انسجام الالوان مع بعضها والقطعه
بذمتكم الشغل ده هتشوفوه عند حد؟ مش هتشوفوه عند حد غير عند الملواني، شياكه وموديلات وسعر ومقاسات وخامه، مش عند حد خالص بالاسعار دي غير عند الملواني. معانا كمان منها اخر لون، اللون النبيتي، وب 250 جنيه معانا. اي قطعه شفناها لغايه دلوقتي 250 في المقاسات العاديه اللي هي بتلبس لغايه 120 مقاسات عاديه. المقاسات اللي بعد كده البيك سايز كملوا، لان عندنا مفاجات فيها حلوه قوي. طيب معانا كمان موديل ايه؟ اسراء. اسراء الموديل ده دي استكان من الجنب، يظبط لك المقاس جدا. ده اللي انا كنت لابساه الفيديو اللي فات، حلو قوي على فكره. تطريزه جاي، عارفين ليه رسمه كده ومكمله معاكي لغايه تحت. اللونين محددين الرسمه بتاعه القطعه، ليها حرده من هنا، وقلنا الكم بتاعنا هنا كم استك، وتطريز واخد مثلث كده على الكم. لونين تطريز بس، في حاجه هاديه برده وراقي قوي، وبيظبط المقاس معاكي جدا. شفنا من اللون الموف، معانا منه كمان اللون الزيتي. تمام، مقاسات واحد واثنين، واحد هيلبس معانا لغاية 90، واثنين هيلبس معانا لغاية 120. معانا منه ما شاء الله حوالي 8 الوان في كل موديل، فما شاء الله يعني الالوان كلها حلوة قوي. معانا المستردة، والمستردة نازل ترندي قوي الصيف ده، نازل تطريز معاه الاخضر شيك قوي، ظهره مخليه كده قطعة فنية لوحده ما شاء الله. تمام، معانا كمان اللون النبيتي. الشحن من اول اربع قطع، يعني تاخذ الاربع قطع ب1000. شكليهم، مش شرط تاخديهم لون واحد، مش شرط تاخديهم موديل واحد، براحتك خالص. تاخديهم مقاسات عاديه، تاخديهم بيك سايز، براحتك. الاختيارات قدامك كتير ومتاحه. معانا الوان ايه تاني؟ معانا برده في الكشمير، البطانه. معانا الكشمير بتاعها ده مقاس 2، ما شاء الله شيك قوي، وتلبسها تحسيها عامله زي الدريس مرسومه كده، عارفين انتوا، شيك قوي. واللون المنت كمان معانا فيها المنت، قلنا واحد بيلبس لغايه 90، واثنين هيلبس معانا لغايه 120. ده مقاس واحد يا جماعه. واخر لون فيها اللون الزهري، هنا الزهري واخد الابيض مع الفوشيا في التطريز، شايفين الشياكه. ده كان اخر لون فيها. الشحن من اول اربع قطع، ارقامنا موجوده على الشاشه للتواصل مع الملواني. معانا بقى الموديل القمر ده، الموديل ده معانا بحزام واسعه وضيقه زي ما انت عايزه، ومعانا كمان تطريزه هنا جاي بالطول كده، وهنا مكمل معانا لغايه تحت. الكم بتاعه استك، والكم هنا كله تطريز، بصراحه عجبتني قوي، قلت لازم البسها، الوانها كلها خطيره. هنشوفها دلوقتي وقولوا لي رايكم، لان هي فعلا عجبتني قوي. انا معايا الزهري، معانا كمان منها الاسود. بصوا يا جماعه الحزام اهو، اظبطي مقاسك بقى وضيقي اكتر براحتك خالص، حلو قوي. فتحتها من هنا جميله جدا، الكم بتاعنا شايفين التطريز جاي متناسق ازاي مع الشغل اللي على صدر القطعه، حلو قوي، مريحه جدا في اللبس، ملبسه مقاسات مرتاحه. اللي بيقولوا لي تلبسي مقاس كام؟ انا بلبس مقاس 2. تمام، معانا كمان فيها الاكوا، بصوا التطريز عليها مع درجات التطريز، بجد قطعه حلوه قوي وعجباني جدا في اللبس، وظابطه المقاس كده والجسم جدا. معانا كمان منها النبيتي، الموديل ده اسمه اسماء. اسماء، تمام. بصوا الموديل حلو قوي ما شاء الله، وخامه رائعه. الخامه بتاعتنا يا جماعه قطن بيور، ولا بيوبر ولا بيكش ولا بيبهت، خامه محترمه جدا. الزيتي كمان فيها شيك قوي، ده مقاس واحد يا جماعه. تمام، واللي انا لابساه مقاس 2. معانا فيها اللون الكحلي، الكحلي فيها برده حلو قوي، شايفين. اللي الحاجه اللي تعجبك اعملي سكرين، ارقام قدامك على الشاشه، الحقي ابعتي على طول. الكحلي قمر، قمر فيها، الحقي ابعتي على طول. معانا المنت اخر لون فيها، المنت قمر جدا. بصوا بقى درجات التطريز عليه حلوه ازاي. اللون المنت في اي موديل بصراحه بيبقى رائع، واللون الزهري واللون الاسود واللون الابيض، في كذا لون حلو بتحسوا ان الموديل راح في حته ثانيه. الموديل ده اسمه ايه؟ مروه. مروه، معانا موديل مروه ده برده هنا معانا، ليه استكين من الجنب وليه سبعه كده من فوق، التطريز جاي من اول الكتف فوق. طبعا هنا معانا في الناحيتين، مكمل معاكي لغايه تحت، وليها شغل جانبي كمان، والكم بتاعها كم فانوس، ونازل من هنا كده بشغل زي اللي موجود في الجنب. ورهنا بقى من الظهر، شغل الجنب اللي معاكي، الشغل الجانبي ده مكمل معاكي في الظهر هنا، يعني وانت ماشيه كده ايه، في شغل كده قمر وشياكه. دي من ضمن الحاجات اللي بقول عليها ما بتتكررش كتير، زي اول واحده شفناها ليها شغل مع الصدر ومن الظهر كمان، فتحسيها لغايه دلوقتي اهي ما اتكررتش. لكن ده موديل تاني شغله من الجناب معانا، فمختلف برده. معانا بقى في كمان الكشمير، هنا طبعا لون فاتح، فباين الاستك وباين التفاصيل كلها، وباين الخامه بتاعه القطعه وفن اللي موجود في التطريز. القطعه دي معانا مقاس واحد بيلبس لغايه 90، ومقاس 2 بيلبس معانا لغايه 120. موجوده معانا النهارده بكام؟ بكام؟ ب 250. اه، معانا كمان منها الموف، حلو قوي بسم الله ما شاء الله. الخامات كلها يا جماعه قطن بيور، ولا بيوبر ولا بيكش ولا بيبهت، حاجه محترمه جدا. واللي اخذ قبل كده احنا خامتنا واحده بنشتغل بيها ما شاء الله. طبعا اللي اخذ يا جماعه يقول رايه في التعليقات، سواء المره دي او من قبل كده، احنا خامتنا زي ما قلنا واحده وفينش وتطريز. الاسود بتاعها عامله زي الدرس، حلوه جدا.
الوانها جميله جدا. احنا عندنا تقريبا حوالي 8 الوان في كل موديل، لكن احنا عندنا 12 لون فيهم اربع الوان بيتحركوا ما بين الموديلات. موديل تلاقي فيه اسود، موديل تلاقي فيه اقوى، موديل تلاقي فيه ابيض، فتلاقي كده الوان مش متكرره في كل الموديلات. الاقوى بتاعها برده شياكه قوي، مقاس 2 معانا بيلبس لغايه 120، مش محتاجه حزام ان انت توسعي وتضيقي، مش محتاجه تودي لحد خالص. هي القطعه مظبوطه عليكي زي ما انت شايفه كده بالاستك الجانبي ده. ده كده اللون النبيتي فيها، اخر لون اللون الزيتي، وداخل فيه الوان التطريز الجديده. بصوا بقى الشياكه اللي هو اللون المقرنش ده او الطوبي، جميل عليها، حلو جدا ما شاء الله. دي معانا النهارده 250، والشحن من اول اربع قطع، يعني الاربع قطع موجودين معانا ب 1000. شكلي زي ما انت عايزه سواء في المقاسات دي او حتى في البيك سايز، كملوا ان احنا عندنا النهارده عظمه في البيك سايز يا جماعه. معانا الموديل ده كمان دينا، موديل دينا برده هنا ليه استكين من الجنب، حلوه قوي الحركه دي، انا بحبها فبصراحه بتبقى شيك قوي، عامل زي القلب كده، رسمته عامله زي القلب، نص ياقه، نص ياقه بتاعتنا مطرزه. الكم بتاعنا استك، سيف الكم عليه تطريز، وبعد كده هنا حته مدوره للكم بتاعنا، والشغل اللي في القلب في النص مكمل معانا لغايه تحت. قطعه مميزه وشيك وراقيه، وتحس انها مدروسه كده في التطريز بتاعنا. معانا كمان اللون الموف ده مقاس 2، ما شاء الله يلبس لغايه 120، حلو قوي، تحسيها عامله زي الدريس كده في لبسها، تحسيها عامله عبايه استقبال من الشغل العالي الراقي، حلو قوي. اللون المسترده بتاعها برده تحسه بيتكلم عن نفسه، مش محتاج ان اتكلم عليه، ما شاء الله تمام. والكشمير انا عاجبني في كل الموديلات، الكشمير الزهري، الابيض، الاسود، المنت، بصوا الكشمير حلو قوي ما شاء الله. لا عندنا شغل حلو، الملواني بيعمل شغل حلو، ما ننكرش، ما بلاقيش الشغل ده عند حد خالص. بصوا كمان اللون الزيتي بتاعها حلو قوي قوي ما شاء الله. الوان التطريز دي على الزيتي بصراحه خطاني، حلوه جدا، جديده، لسه ما خدتش من الشغل ده، الالوان دي لسه ما خدتهاش، فبس يعني قمر. طب بصوا الزهري بقى بيتكلم عن نفسه يا جماعه، زهري مع ابيض منور، داخل فيه التاتش البيج، شياكه. القطعه حلوه، الوان التطريز تحس ان هي معموله بفن كده على الموديلات، حلوه قوي. اخر لون فيها اللون المنت، بسم الله ما شاء الله. عايزه هدايا هتلاقي من دلوقتي، الحقي خذي اللي انت عايزاه بقى لشغل رمضان وشغل العيد وشغل عيد الام، لان في موديلات الفتره اللي جايه احنا ما بنكررهاش، بندخل موديلات جديده وبنكرر موديلات ثانيه، فممكن يكون الموديل اللي عجبك ما يتكررش الفتره اللي جايه، فلو عجبك حاجه اطلبيها. معانا كمان الموديل ده اسمه ايه؟ تسنيم. تسنيم موديل جديد. بصوا الموديل ده نص ياقه، نص ياقه مطرز، الفتله بتاعت التطريز تحسوها مختلفه، واخده من اول الكتف هنا ونازله مسحوبه معاكي لغايه تحت بفروع كده، مكمله معاكي لغايه اخر القطعه. الكم بتاعنا استك، التطريز جاي من سيف الكم ونازل على مفتوح من فوق كده، التطريز مفتوح زي ما هو موجود على الصدر. القطعه معانا بحزام، خامتها قطن بيور، ولا بيوبر ولا بيكش ولا بيبهت، قطعه محترمه في تلبسها قمر، حلوه زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم جميله جدا ما شاء الله. الزهري بتاعها قمر، اللون ده ايه؟ اكوا. اقوى، تحسوه مختلف مع التطريز الكحلي والتطريز البيج، تحسوه كده درجه مختلفه، حلوه قوي. عايزه اقول لكم لون التطريز بينقل القطعه في حته ثانيه خالص بجد. انا بقى موجوده وشايفه الشغل قدامي وحاسه الموضوع ده جدا. معانا كمان اللون الموف فيها برده شيك قوي، الخامه محترمه جدا، خامه قطن بيور، ولا بيوبر ولا بيكش، حاجه تاخديها وانتي مطمنه، بسم الله ما شاء الله تمام. معانا اللون الزيتي فيها كمان، وهنا الزيتي تطريزه درجات البيجات، حاجه محترمه جدا، بسم الله ما شاء الله. طبعا اللي عايز حاجه يعمل سكرين، ارقام قدامك على الشاشه. الشحن معانا من اول اربع قطع، القطع معانا ب 250، يعني الاربع قطع معاكي موجودين ب 1000، وكملوا الفيديو عشان عندنا عظمه في البيك سايز. معانا كمان اللون المستردة فيها، والمستردة هنا تطريزه الكحلي في البيج، في حاجات مستردة عدت تطريزها في الزيتي، وهنا التطريز معانا في الكحلي مع البيج، يعني عندنا كده تشكيل في الالوان. لو انت محتاجه نفس الموديل هتلاقي فيه تطريز مختلف كمان. الاسود فيها برده ما شاء الله حلو قوي، بسم الله ما شاء الله. طبعا الموديل اللي بحزام ده لو انت حابه تجيبيه هديه لحد فبيبقى مناسب جدا لما تكوني مش عارفه المقاس، فالحزام ده بيظبط المقاس جدا، ياخد ويدي معايا. يعني اخر لون فيه اللون النبيتي، بسم الله ما شاء الله حلو قوي. طيب عايزه اقول لكم بقى الموديل اللي عليا ده شياكه، عجبني قوي، يعني انا ما كنتش واخده بالي منه، واحنا بنمشي كده نتفرج عجبني. استكين تحسوا كده، عارفين انتوا مختلف. الكم بتاعه زي ما احنا شايفين كم فانوس، تطريز من الاول هنا، الكم مفتوح من هنا، ليه كده بيجي من هنا ومن هنا زي ما احنا شايفين. بقت قطعه ساده، عجبتني، عجبتني جدا كمان. معانا هنا نص ياقه ونص ياقه مش مطرز، والشغل زي ما احنا شايفين، وفي شغل في الظهر هنشوفه دلوقتي بقى. تعالى نشوفه بقى هنا على الطبيعه، شايفين بجد حلو قوي، عامل زي الورده كده اهي، كل التفاصيل اللي قلنا عليها موجوده، ورهاني من الظهر كده حاجه قمر، عارفين انتوا، جميله، دلع،
للبنات برضو لو عندك بنوته لسه في الاول وبتلبس عبايات كده في البيت، لو عروسه اللي بتحب الحاجات الدلع ومشوضه على عبايات، الحاجات دي حلوه قوي تحسسها كده ان هي زي دريس وايه فيها شغل ورا وقدام وسيمبل، الوانها هتعجبك قوي بتاعت التطريز على القطعه كمان. معانا النبيتي اهو، شفنا الزهري وشفنا النبيتي، ومعايا الاسود طبعا قمر قوي، شايفه النبيتي بتاعها هنا الوان التطريز مختلفه جدا عن النبيتي، عارفين في كده شغل متعوب عليه والله بجد. طيب معانا كمان فيها الموف بتاعها، بصوا الموف مع درجات التطريز، يعني ناس شغاله بفكر مختلف، عايزه اقول لكم حلوه قوي بسم الله ما شاء الله. معانا كمان فيها الزيتي، انا عايزاكم تاخدوا معايا من درجات التطريز اللي موجوده على القطع، انا من كتر التصوير بقيت انتبه للحاجات دي، عشان كده لما بشوف بلفت نظركم عشان تاخدوا بالكم معايا. شايفين الزيتي بتاعها جميله ما شاء الله. قلنا القطعه دي معانا ب 250 والشحن من اول اربع قطع، والارقام موجوده قدامك على الشاشه للتواصل مع الملواني. معانا كمان فيها اللون المنت، بصوا المنت بقى قمر فيها، المنت هنا الكحلي مع الابيض، حاجه محترمه وشياكه، هديه شغال لو ليكي شغال، لو ماما لو لمامتك شغال، لحماتك، هي عظمه لوحدها. طيب معانا اخر لون فيها اللون المسترد، هو ب 250 ولا بيوبر ولا بيكش، ارقامنا قدامك على الشاشه والاربع قطع معاكي ب 1000. خلصنا المقاسات العاديه، ندخل بقى لحبايبنا اللي بيحبوا البيك سايز اللي مستنيين اللحظه دي، تعالوا عندنا موديلات كتير جدا النهارده من البيك سايز، اوعدكم ان انت مش تخرجي من الفيديو غير وانت مختاره تقريبا اربع موديلات على الاقل اللي هم بتوع الشحن. هنبدا بايه معانا؟ انوار، الموديل ده شيك قوي وما شاء الله اتسالنا عليه كتير جدا، عرضناه الفيديو اللي فات ومكملين معاكم مكررين الموديل بتاعنا ما شاء الله. شايفه الشغل بتاعنا عامل ازاي؟ حلو قوي مقاساته، قلنا مقاس واحد بلبس 150 واللي هو مقاس 8 ومقاس 2 مقاس 9 مقاس 9 بيلبس لغايه 180 تمام؟ حلو قوي. الكم بتاعنا استك، الشغل جاي من اول الكم، والشغل كمان موجود معانا هنا من الظهر عامل زي قفص العصافير كده، حلو قوي تمام. مقاس 2 مقاس 9 بيلبس 170 ولا 180؟ 170 عشان قلت 180 ماشي. الكحلي فيها برده حلو قوي، معانا الالوان بتاعتنا دارك، يعني اللي فات اسود اسود دارك، وده كحلي كحلي دارك، يعني حاجه خطيره. معانا كمان فيها النبيتي، خدوا بالكم موديلات البيك سايز معانا عشان تعرفوا احنا مدلعينكم فيهم ازاي. بصوا جميله لون النبيتي، معانا الموف كمان فيها، شايفين الشياكه يا جماعه بجد حلوه قوي، قطعه مميزه جدا، وزي ما احنا عارفين كده المقاسات العاديه عاملين كمان في البيك سايز الشغل اللي هو في الظهر ده، فيعني ايه مدلعين الدنيا على الاخر. بصوا الكشمير حاطين لكم كل الالوان، شايفين الكشمير فيها قمر ازاي، خامه التطريز والقطعه وروقان القطعه وروقان التطريز عليها ومش مفتل، ومقاس محترم يلبس معانا لغايه 170 وهيلبس لغايه 170 مش اقل على فكره. طيب معانا فيها كمان الاقوى، كل الالوان اللي انت عايزاها والمقاسات اللي انت عايزاها موجوده النهارده معانا من عند الملواني، هتاخدي مقاسات عاديه ومقاسات بنتك ومقاساتك ومقاسات ماما وتيتا، كله من مكان واحد وباسعار مميزه جدا، والشحن من اول اربع قطع. اللون المنت فيها كمان موجود معانا، وده كان اخر لون فيها، القطعه دي معانا النهارده ب 300 والشحن من اول اربع قطع. تشكلي بقى بيك سايز على مقاسات عاديه، مش مضطره تاخديهم من البيك سايز بس او المقاسات العاديه بس، تمام؟ موديل ده ايه؟ زينه. زينه، معانا موديل زينه، ده تطريزه حاجه سامبل كده يا دوب من هنا وكده، فروع ورد كده او فروع ورق شجر متنطوره على خفيف، الكم بتاعها هنا نازل على راحته، تطريز من نص الكم، حاجه محترمه جدا. مقاسين، مقاس 8 بيلبس لغايه 150 ومقاس 9 بيلبس معانا لغايه 170. معانا كمان اللون الزيتي فيها ما شاء الله، الوانها كلها حلوه وخامتها قطن بيور معانا، ولا بتوبر ولا بتكش، وزي ما اكدت عليكم الارقام موجوده على الشاشه والتواصل مع الملواني، والشحن من اول اربع قطع. القطعه دي معانا النهارده ب 300، الزهري فيها قمر مع الوان التطريز اللي عليه بجد شياكه قوي بسم الله ما شاء الله. معانا كمان فيها المسترد، شايفين المسترد قمر ازاي؟ ارقامك على الشاشه، الحاجه اللي تعجبك ابعتي لهم على الواتس على طول، قولي اسم الموديل او حتى اعملي سكرين لو مش فاكره اسم الموديل، والتواصل سهل ان شاء الله ما تقلقيش بيرد عليكي بسرعه جدا. معانا كمان الاكوا حلو قوي فيها، ومعانا برده الكحلي، الكحلي دارك والاسود دارك، وهتشوفهم دلوقتي برده مع بعض. بص الكحلي دارك ازاي ما شاء الله جميله. طيب معانا كمان اخر لون فيها اللون الاسود، ودي معانا النهارده ب 300، وزي ما بقول لكم القطعه النهارده معانا ب 300 في البيك سايز، والشحن من اول اربع قطع، شكليهم زي ما انت عايزه، الارقام موجوده قدامك على الشاشه. معانا كمان ايه؟ مياده.
ميادة. الموديل ده من موديلات القمر اللي هي تعتبر ما فيهاش تطريز، للناس اللي بيحبوا حاجه سيمبل. هو يا دوب نص ياقه وتطريز على نص ياقه كده جاي من هنا يخلص هنا، وجيبين حاجه قمر وعظمه وشياكه. الكم بتاعها استك مع تاتش خفيف من التطريز. قطعه حلوه قوي، رايقه قوي، روقي كده على اللي انت بتحبيهم وهات لهم قطعه زي دي بجد شياكه شياكه. بصوا الكشمير والله عظمه بجد، يعني الموديل ده خطير، احنا عايزين منه في المقاسات العاديه. بجد حلو جدا جدا جدا، راقي وسيمبل ومختلف، حلو قوي. طيب معانا كمان اللون الزهري، شايفين تحفه جدا. الموديل ده شيك، هو عجبني على فكره من ساعه ما صورناه وهو عجبني جدا، بسم الله ما شاء الله. معانا برده اللون المستردة، بصوا الوان التطريز على المستردة وروقان القطعه، والقطعه مختلفه والدرجه نفسها عامله ازاي، بجد بيتكلم حلو قوي. مختلف المستردة السنه دي والكشمير، حلوين جدا. معانا كمان الزيتي، الخامة يا جماعة محترمة جدا، بسم الله ما شاء الله، بجد بتتكلم عن نفسها. اللي أخد هيعرف شغل الملواني أنا بتكلم عن إيه. وطبعا هستنى أراءكم في التعليقات للناس اللي أخدت والناس اللي لسه هتاخد، عايزة برضو لما تاخدوا تقولي رأيكم. طيب معانا كمان الأسود، شايفين الأسود دارك إزاي يا جماعة، حاجة محترمة جدا. القطعة دي معانا النهاردة ب 300، مقاس 8 بيلبس لغاية 150 ومقاس 9 بيلبس معانا لغاية 170. آخر لون فيها اللون الموف، وزي ما إحنا شايفين كده حاجة محترمة جدا، خامة ومقاس وفينش وموديلات قمر من البيك سايز. لسه عندنا موديلات كتير جدا، احنا قلنا بنعمل النهارده عظمه في البيك سايز. معانا ايه كمان؟ معانا موديل كندا، موديل ده برده حلو قوي، شغله جاي بالطول كده، واخدين بالكم مدرج، حاجه قصيره فاطول، فاطول معاكي لغايه تحت من الناحيتين طبعا التطريز كده. الكم بتاعنا سيف، الكم كله تطريز اهو يدوب كده برده، وكم استك ونص ياقه مطرز زي ما احنا شايفين. قطعه حلوه قوي، يعني تفاصيلها حلوه وبشياكه، ومناسبه جدا لناس كتير، ومناسبه جدا للهدايا، وحاجه محترمه جدا ومناسبه لرمضان بقى والصلاه والزيارات والحاجات دي. معانا كمان فيها اللون الزيتي، طبعا شفنا الاسود، معانا الزيتي فيها لون تطريز واحد ما فيهاش رغي كتير، تفاصيلها راقيه جدا وسيمبل كده في نفسها. معانا كمان اللون البتنجاني او الموف الغامق الابيض بقى، بذمتكم الابيض اتكرر يمكن دي تاني مره، مره في الموديلات العاديه وادي مره في البيك سايز، ما حرمناكوش برده في البيك سايز وحطينا الابيض في موديل موجود معانا، هو لسه معانا من الموديلات ما خلصتش، هنشوف معانا ايه تاني جديد موجود النهارده في الفيديو. معانا كمان اللون الكحلي، شايفين الكحلي عامل فيها ازاي؟ شيك قوي. طيب معانا كمان فيها اللون المنت، دي قلنا مقاس 8 بيلبس لغايه 150 ومقاس 9 بيلبس لغايه 170، ده كده المنت تطريزه في الكحلي تمام، وشحن من اول اربع قطع، يعني اربع قطع ب 1200. اخر لون فيها اللون الاقوى، شايفين الجمال والشياكه ما شاء الله، حلو قوي. ارقامك على الشاشه للتواصل معاهم، اتواصلي معاهم على طول باسم الموديل او بسكرين وقولي عدد القطع عايزاها قد ايه، وهم هيردوا عليكي اول ما يشوفوا رسالتك. معانا موديل ايه؟ منى. موديل منى، التطريز وش القطعه كله زي ما احنا شايفين، وش القطعه بالكامل عليه شغل، درجتين بس تطريز، والكم بتاعها نازل على راحته، نص الكم عليه تطريز زي كده، ما شاء الله برده حاجه محترمه وراقيه للناس اللي بيحبوا تطريز على القطعه، وفي نفس الوقت الوان التطريز عليه مش مزعجه. معانا الكشمير ومعانا الزهري، بصوا الزهري هيبان اكتر هنا في الموديل، شايفين ما شاء الله المقاس، مقاس حلو جدا، مقاس 8 بيلبس لغايه 150 ومقاس 9 بيلبس لغايه 190 170، انا عماله ازود شويه 180 و190. معانا كمان اللون المنت، شايفين الدرجه هنا مختلفه ازاي، حلو قوي بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم الوانها جميله والموديل قمر جدا بسم الله ما شاء الله. معانا كمان الكحلي، بصوا الكحلي عامل ازاي، قطعه حلوه قوي، يعني تحسيها عبايه متعوب عليها، فيها تطريز ووش القطعه، وفي نفس الوقت هما لونين تطريز وقريبين لبعض، درجتين البيج، انت متخيله يعني حاجه راقيه جدا، شايفين الشغل والشياكه ما شاء الله. القطعه دي معانا ب 300، عندنا موديلات كتير في عرض ال 300 ده بقى للبيج سايز. الاسعار دي مش هتلاقوها على المقاسات دي ولا الموديلات دي ولا الخامه دي عند اي حد غير عند الملواني بس. الملواني النهارده بيعمل عظمه، اللي متابع من اول الفيديو هيعرف ان احنا عاملين عظمه من اول الفيديو. اخر لون فيها النهارده اللون النبيتي، ودي معانا النهارده ب 300، والخامات بتاعتنا قطن بيور ولا بيوبر ولا بيكش. ارقامنا على الشاشه للتواصل مع الملواني، قلنا عندنا شحن القاهره الكبرى المحافظات، والشحن من اول اربع قطع، يعني اربع قطع النهارده ب 1200 من البيك سايز، ولو المقاسات العاديه الاربع قطع ب 1000. حابه تشكلي الاربع بيك سايز على عادي براحتك بقى، شوفي في فيسبوك كده تمام. معانا كمان ال اسمه ايه؟ دينا.
ده موجود معانا في المقاسات العادية، فموجود منه كمان اهو البيك سايز ما شاء الله، لو قلت عليه عامل زي القلب، والقلب هنا مكمل معانا لغاية تحت، والكم بتاعنا هنا السيف بتاع الكم تطريز، وتطريز خفيف على طرف الكم، وكم استك ونص ياقة، قطعة حلوة موجودة في المقاسات العادية وموجودة في البيك سايز. موجود معانا بقى اللون الاقوى، وموجود معانا كمان النبيتي تمام ما شاء الله، وموجود الزهري برضو، تقريبا نفس الالوان اللي موجوده في الموديل اللي فات موجوده في ده مش كده؟ تمام. المستردة برضو، ايوه سريعا كده، لان احنا تقريبا عرضناه في المقاس العادي، فهو برضو تقريبا نفس الالوان موجوده في الموديل ده، بس المقاسات الاكبر بقى اللي هي بتلبس معانا في الموديل ده لغايه 170. معانا كمان الاسود ما شاء الله، واخر لون فيه اللون الزيتي، بسم الله ما شاء الله. تمام. ريهام معانا موديل ريهام، ده من الموديلات الجديده اللي موجوده معانا النهارده في البيك سايز. بصوا عامله ازاي من فوق ما شاء الله كده، دوائر صغننه نازل منها، فروع ورد ونص ياقه، وما شاء الله برده هنا الخط اللي في النص ده مكمل معانا لغايه تحت. الكم بتاعنا كله تطريز فروع ورد زي ما موجود هنا في الصدر، موجود في الظهر بالعكس، عارفين اهو وش وظهر، قطعة حلوه قوي. قلنا مقاس 8 هيلبس معانا لغايه 150، ومقاس 9 لغايه 170. معانا كده قلنا الاسود شايفين دارك ازاي، معانا الكحلي اهو ما شاء الله برده درجه الكحلي بتاعتها حلوه قوي، لون تطريز واحد، عايزه اقول لكم جميله بجد دي في اللبس خطيره، يعني بيجيبوا شويه اذواق وموديلات حلوه قوي ما شاء الله. معانا منها اللون المنت كمان. طب بصوا المنت بقى، المنت ما شاء الله بيتكلم عن نفسه، شايفينه عامل ازاي؟ والله قمر حلو قوي. الموديل ده برده احنا عايزينه في المقاسات العاديه يا جماعه، مش هينفع الكلام ده، عامل لنا عظمه في البيك سايز، عشان كده عماله اقول لكم من اول الفيديو احنا عندنا عظمه يا جماعه في البيك سايز بجد، جايب لنا موديلات قمر، شايفين الكشمير فيها حلو قوي ما شاء الله، موديل رايق، حاجه شياكه، حاجه محترمه جدا. قلنا نص ياقه وتطريز جاي من فوق كده لغايه نص الصدر، فحلو قوي للناس اللي مش بيحبوا برده تطريز كتير، فهي رايقه جدا. اللون الزهري بتاعها برده ما شاء الله مبهج قوي، بسم الله ما شاء الله. معانا كمان المستردة، والمستردة السنه دي ترندي جدا ما شاء الله. تمام، دي معانا النهارده ب 300، والشحن من اول اربع قطع، الارقام موجوده قدامنا على الشاشه. مقاس 8 بيلبس لغايه 150، ومقاس 9 بيلبس لغايه 170، واللون الموف كمان، الموف الغامق حلوه جدا. اسكرين بقى الحاجه اللي تعجبك، او ابعتي باسم الموديل، يعني احنا معاكي في اي حاجه شغالين، وتقولي المقاس اللي انت عايزاه، وتقولي اللون اللي انت عايزاه، والارقام موجوده قدامك على الشاشه، اول ما يشوفوا رسالتك هيردوا. معانا موديل ايه؟ رانا. بص الموديل ده جاي تطريزه كده بسبعه من فوق هنا، جاي كده بسبعه، والسبعه معانا مسحوبه لغايه تحت وبجيب واحد، يعني مختلف جدا عن باقي الموديلات. تعالى الكم بتاعها هنا، السيف بتاعها فيه تطريز تمام، واستك قطعة راقية وسيمبل، وبرده ما فيهاش تطريز كتير للناس اللي بيهتموا بالموضوع ده. فاحنا معانا كده منها الكشمير، ومعانا كمان منها اللون الكحلي، دي معانا برده في البيك سايز ب 300 يا جماعه، ومقاس 7 بيلبس لغايه 150، ومقاس 8 بيلبس لغايه 170. طيب معانا كمان الكحلي، بسم الله ما شاء الله، والزهري بقى، بصوا الزهري وحلاوته مع الموديل ده، شايفين؟ يعني انت لو جايباه هديه لحد هيقول ايه، يعني هيقول ان انت غالي قوي عندك، عارفين الاحساس ده. القطعه حلوه جدا ما شاء الله. معانا فيها كمان اللون الاقوى، شايفين الاقوى راقي ازاي، برده حاجه محترمه قوي، يعني اللون فاتح تطريز غامق، اللون غامق تطريزه فاتح، فاهمين كده وعارفين التناغم اللي في القطعه، هما ظابطينه قوي. معانا كمان اللون المستردة، شيك قوي المستردة فيها برده ما شاء الله تمام. واللون النبيتي اخر شياكه بجد. موديلات البيك سايز النهارده، البيك سايز يعني موديلاته شيك قوي، عجبتني جدا. واخر لون فيها النهارده اللون الاسود، واشيك الالوان واحلى الالوان دايما في كل العبايات، اللون الاسود ما شاء الله زي ما احنا شايفين تطريزه في العسلي. قلنا مقاس 7، مقاس 8 بيلبس لغايه 150، ومقاس 9 بيلبس لغايه 170، والشحن من اول اربع قطع، ولو هتشحني الاربع قطع بيك سايز هيبقوا معاكي ب 1200 القطعه ب 300، ولو هتشحني مقاسات عاديه هتبقى معاكي ب 250، يعني الاربع قطع ب 1000، وحابه تشكلي على حسب ما انت هتشكلي كام قطعه من البيك سايز او العادي وتشوفي حسابك. فاحنا معاكي في كل الاحوال، الارقام كانت قدامك على الشاشه طول الفيديو، والموديلات زي ما احنا قلنا الموديلات العاديه بتلبس لغايه 120، والبيك سايز بيلبس لغايه 170. معاكي كل المقاسات، كل الموديلات بكل الالوان. بجد الفيديو كان مميز، وانبسطت جدا ان انا كنت معاكي النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.